هناك الكثير من الأسئلة، فاسمح لي أن أرحب بمدير العلاقات العامة الأستاذ عبد الله محمد، عبد الله عمر عفوا، عبد الله عمر. طبعا عادي، احنا ذاكرتنا ذاكرة السمكة. طيب، أنا اللي أعرفه أن أنتم قمتوا بدراسة مفصلة على طيلة 3 أو 4 أشهر للبحث عن رغبات المرأة ومدى اهتمامها بالسيارات. هل اختلف ما قمتم بدراسته من الورق إلى أرض الواقع والميدان باختيارات المرأة؟ طبعا بالبداية بعد القرار السامي بالسماح للمرأة بالقيادة، اعتقدنا أنه المرأة تحتاج تبحث عن ألوان معينة، الفوشي والأحمر والإكسسوارات، لكن في الواقع بعد ما عملنا استفتاءات واستبانات وجدنا أن المرأة أكثر منطقية من الرجل في شراء السيارة. بنسبة كم؟ يعني إحنا نقول الرجال كان يبحث عن شكل السيارة من برا وانتهى الموضوع، حلوة ماكينتها كويسة. معقولة؟ نعم أكيد. لما قعدنا مع استفتاءات مع شرائح متعددة من النساء، تبغى السيفتي، تبغى النقاط العمياء تكون موجودة، الكرسي الأمامي يكون كيف مرتاحة فيه، يعني أكثر منطقية من الرجل في قرار الشراء. طيب إيش ليه تتوقع هذا الوعي؟ هل هي فعلا مستوعبة المرأة أهمية السيارة وهذه النقاط اللي أنت ذكرتها، كون أنها تجلس دائما في المقعد الأمامي ولكن المجاور للسائق، فهل هذا زاد عندها الوعي؟ لا، إحنا يمكن كنا عندنا صورة مختلفة عن المرأة، لكن المرأة الآن صارت عندها وعي أكثر، وجدناها أنه أكثر ذكاء، وهي عارفة إيش تبي تختار من السيارة كوسيلة تنقل، إيش يهمها هي عارفة إيش تختار. جميل. نعم. طيب أنا برضو اليوم كان في استفسارات كثيرة من النساء، كان شاغل بالهم مسألة الدعم في التمويل، حيث أن أنت عارف من مؤسسة النقد في ليمت معين للدعم سواء كان من البنوك أو الشركات التمويلية، فكان في استفسار. طيب أنا ما عملت حساب هذا اليوم، دعمت أخوي، دعمت زوجي، وأنا الحين وصلت بالضبط، وصلت الحد الأقصى. طبعا هذه مشكلة حتواجه بعض السيدات، لكن احنا نتمنى من البنوك وشركات التمويل يشوفون ايش السيدات يعني منتظمه في السداد السابق لها الدعم المالي من شركه التمويل السابق، وانهم يعطونهم صلاحيات اكبر وتسهيلات اكثر، خاصه اذا كنا نتكلم عن ان مراه تعمل بوظيفه امنه ملتزمه بالسداد. يعني نعم، نتمنى يعني انه يكون في دعم وتسهيلات اكثر من البنوك وشركات التمويل للسيدات. ضروري جدا نتكلم عن الإقبال. نعم. مدى الإقبال وهل فعلا جالس يزيد في اللحظات الأخيرة؟ من بداية رمضان اختلف عندنا دخول السيدات المعرض، صار بشكل أكبر وبشكل أكثر، وحتى متوجهين على بعض السيارات SUV عندنا لأنها تبغى سيارة كبيرة شوي مرتفعة، وفي ناس دفعت عربون وجهزت وشرت يعني. طيب بأمانة ومصداقية، هل تناسبها فعلا السيارات الكبيرة ولا تبدأ من السيارات الصغيرة بشكل سريع؟ نقول SUV اللي هي مش الكبيرة مرة ولا الصغيرة مرة، تكون وسط وتمشي إن شاء الله، وإن شاء الله بسلام، إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بسلام، وشكرا لك.